في هذا المنظر هنتناول الـ branches of the brachial plexus تفصيلا. فهنا كانت أول أفكركم دي كانت الروتس أرقام 5 6 7 8 ثراثك واحد، وثم دي كانت بعد كده مرحلة الترانكس، ثم دي كانت مرحلة الكوردز، ثم دي كانت مرحلة البيج برانشز. البرانشز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو السابق كانت هي البيج برانشز اللي كانت خارجة من البريكال بليكسس، لانه في الحقيقة كان في عدد اخر من البرانشز هي اصغر حجما وخارجة من مراحل مختلفة من هذه البليكسس. فكان من مرحلة الروتس، كان من الروت الخامس والسادس والسابع بيتحد مع بعض ثلاثة برانشز في صورة نيرف واحد اسمه لونج ثوراسيك نيرف او النيرف تو سيريتاس انتيرور. هذا النيرف اللي كان بيغذي عضلة السيريتاس انتيرور، واللي لما كان بينجرح كان او يحصل فيه اصابة كان بيؤدي الى مرض الوينجينج اوف ذا سكابولا. اما بالنسبة للروت الخامس كان بيطلع نيرف اسمه دورسال سكابولار نيرف او نيرف تو رومبويديس، كان نيرف بيغذي عضلتين يحملوا اسم رومبويدياس، واحدة ميجور واحدة مينور، هيخرجوا من اللاترال بوردر او هيعملوا انسيرشن في اللاترال بوردر اوف ذا سكابولا بالشكل اللي نحكي عليه بعد شوية. من الابر ترانك طبعا في بعض البرانشز الاخرى اللي خارجه من السيرفايكال 5 زي النيرف تو سكالين. سكالين هي جمع سكالينس، وهي بعض من عضلات النك كانت بتتغذى ببرانشز خارجه من سي 5، ودي مش موضوعنا دلوقتي، الا انه من الابر ترانك كان في بيخرج اتنين نيرفس بيحملهم شكل حرف، بيحملهم حرف الاس، اللي هما النيرف تو سبكليفياس والسوبرا سكابولار نيرف. الاتنين بحرف الاس، سبكليفياس والسوبرا سكابلر، كانوا بيخرجوا من الابر ترانك، واحد بيغذي السبكليفياس مسل والسوبرا سكابلر هيغذي عضلتين من عضلات الاسكابولا هنحكي عليهم بعد شويه. لان من الملاحظ ان الميدل ترانك واللور ترانك لا يعطيان اي برانشز على الاطلاق سوى الانتيريور او البوستيريور ديفيجنز اللي هتساهم في تكوين ال كوردز اوف بريكال بليكسس. انما البرانشز الصغيره على يعني على شكلة السبكليفياس او سوبرا سكابلر ما فيش حاجه بتخرج من الميدل ترانك ولا من اللور ترانك. طيب بعد ذلك كان كل ترانك اتفرع الى عدد من الفروع، الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، انتيريور ديفيجن ومن هنا بوستيريور ديفيجن، من هنا ده انتيريور ديفيجن وده بوستيريور ديفيجن. هنلاحظ ان البوستيريور بتوع الثلاثه ادي البوستيريور بتاع اللاترال كورد، وده البوستيريور بتاع الميدل كورد، وده البوستيريور بتاع ترانك عفوا، ده البوستيريور بتاع الابر ترانك، وده البوستيريور بتاع الميدل ترانك، وده البوستيريور بتاع اللور ترانك، هيتحدوا مع بعض يعملوا البوستيريور كورد. اما الانتيريور اوف ذا ابر اند ميدل ترانكس هيكونوا من اللاترال كورد، والانتيريور اوف ذا لور ترانك هيشكلهم الميديال كورد، وهيدوا البرانشات بالطريقه اللي احنا حكيناها في الفيديو اللي فات. بفكركم ده اللاترال كورد هيعطي ثلاثه برانشز، لاترال بيكتورال ماسكولو كيوتينياس ولاترال روت اوف ذا ميديال نيرف. ده الميديال كورد كان بيعطي ثلاث برانشز، ميديال بيكتورال ثم الالنر، وادي الثلاثه، ده ميديال روت اوف ميديال نيرف، وده النر نيرف، وده ميديال بيكتورال، وده ميديال كوتينياس نيرف اوف ذا ارم، وده ميديال كوتينياس نيرف اوف ذا فور ارم. البرانشز اوف ذا بوستيريور كورد كانت الاكزيلري الاصغر، اما الريديال فهو الكونتينيويشن بتاعه الكبير، ثم الثلاثه برانشز اللي خارجين مع بعض، الابر سب سكابيلر واللور سب سكابيلر، واللي بينهم كان النيرف تولاتيسماس دورساي او السوراكو دورسال نيرف. هذه هي البرانشز اللي كانت خارجه من البريكال بلكسس من مراحلها المختلفه. ده دياجرام لطيف ممكن تبقوا تقروه، هذه السلايد نوضح عليها الستيجز الفورميشن بتاعت البريكال بليكسس ازاي اتكونت وازاي اتفرعت. هذه البرانشز اوف ذا بريكال بليكسس ممكن تبقوا تطلعوا عليها الملخص اللي احنا قلناه من شويه. خلاص